وصلنا إلى بيت لاهيا، المدينة التي أعلن جيش الاحتلال أنه بصدد التوغل فيها. حتى هذه اللحظة الأجواء جدا ساخنة، طيران الاستطلاع لا يفارق الأجواء، القصف المدفعي كذلك عنيف للغاية، تم تدمير عدد من المنازل. المشهد خلفي وأنا أتواجد في المنطقة الأكثر حيوية من المدينة، من المفترض أنني أتواجد الآن في المنطقة الأساسية، مدخل مدينة بيت لاهيا، الدوار الغربي من أمامي، وهذا دوار بيت لاهيا العام، وهذا شارع السوق هنا. لكن كما تشاهدون فإننا نتحدث عن منطقة خالية تقريبا من السكان، وذلك بفعل المدفعية الإسرائيلية التي طالت هذه المنطقة واستمر القصف عدة ساعات. الوضع بخوف كثير، يعني لا بعد الحدود، لا يوصف، لا يوصف. بالناشد العالمي يفزعونا، يفعل هذا القصف عنا والحصار عنا، بالناشد كل العالم. فمش قادر أوصف القصف والخبط اللي بصير فينا. وين الشر مالنا ووعينا وغراضنا وحالنا ودورنا؟ وين نروح؟ وين نروح؟ طلعنا وشردنا على المعسكر وهجرونا على غزة ورجعنا عاود رجعنا هان. وجينا على بيت لاهيا وشد الضربة أيوة كمان مرة علينا. لو كتير نظن هيك يعني، وين نروح في قطاع غزة؟ وين نروح على بيت لاهيا؟ بيت لاهيا الأصل عندنا، وعندنا وبلادنا وأراضينا، وين ندشر هان؟ وين بدنا نروح يعني؟ نطلع على غزة، وين بدنا نروح؟ لو كتير تضل الحياة هيك، الحياة تعبنا منها، تعبنا من الحياة اللي احنا فيها، تعبنا ناخذ قية يعني. لم يكتفي الاحتلال من الدمار الذي خلفه في بيت لاهيا طيلة 7 أشهر من الحرب، يعود إليها متواعدا بالمزيد من الدمار والنزوح. الأهالي وتحت وطأة المدفعية التي لا ترحم خرجوا من بعض المناطق الغربية والشمالية واتجهوا إلى عمق المدينة. الاحتلال يريدها مرة أخرى، هي وبيت حانون مناطق تشبه مدن الأشباح، لكن الأهالي يصرون على البقاء لأسباب كثيرة، من بينها أنه لا خيار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.